الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بحمد الله تعالى وتوفيقه انقضت مسابقة الإمام الشاطبي التي سعدنا بالمشاركة فيها، ورأينا فيها ولله الحمد والمنة مستويات من الجودة والإتقان والتحرير تذكر فتشكر. ومن هذه النماذج البديعة التي رأيناها الطلاب المنتسبين إلى مركز التبيان، حيث يعني تميزوا ولله الحمد، وفاز ثلاثة منهم في الفائزون الثلاثة في فرع القراءات كلهم من هذا المركز المبارك، وكذلك الفائزة الأولى في كامل القرآن الكريم من البنات كانت من هذا المركز. فنوصي الإخوة والأخوات الراغبين والحريصين على حفظ القرآن الكريم بالانتساب إلى المراكز القرآنية التي تعتني بالتحقيق والإتقان والجودة، ومنها هذا المركز على وجه التحديد والخصوص لما نعرفه من جودة المتقدمين فيه والقائمين عليه جزاهم الله خيرا من المشايخ الفضلاء الشيخ عبد الناصر وغيره من الإخوة الفضلاء، حريصون على تخريج مثل هذه النوعيات المباركة المتميزة. فنرجو من الجميع أن يحرصوا على مثل هذا المركز وأن ينتسبوا إليه، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد.